السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على 6 مباريات ودية، يعني وزيد لها زوج، يعني أوغندا مع تنزانيا، تسمى 8 مباريات. عندك الوقت، ما تقولش بلي دارت في فرخ كسيرة ولا راي عليك، وعلى كاع المنتخبات في العالم. يعني كي الفيفا راه يدير دات فيفا، راهي ماهيش عليك نتايا، راهي الموند كامل كيف كيف، كاع المدربين تاع المنتخبات كاع كيف كيف. انا ما تجيش تقول لي بلي دات فيفا كسيرة، راه عندك يعني 8 مباريات، 8 مباريات تخدم فيها 10، تخدم فيها 4 تاع منتخبات، على حساب ما نشوفوا اللعابه اللي رانا نسمعوا بلي راهم جايين ان شاء الله بربي. يعني تخدم لنا على الاقل، تخدم لنا 2 منتخبات، ماشي منتخب واحد، على الاقل على الاقل ما كاش كاع 2 منتخبات. يعني لازم يكون عندك 11، ويكون عندك اللي يكونوا في البنك، يكونوا لازم من يدخلوا لازم يغيروا المباراه، يقلبوا المباراه. هذه نقولها لك ونعاودها لك، يعني 6 مباريات وزيد لها 2 اوفيسيال، يعني ماهيش قليله، ماهيش قليله، لازم نستغلوهم. ما نقعدوش كيما اللي فاتت عام كامل وحنايا قاسامة إيطو، يعني أنا قلت لكم أنا الله يجعل إن شاء الله بربي هاد اللعابة اللي جاو يعاود يعيط لهم فانيك. هاد اللعابة حجام، شو كاين حجام، كاين قيطون، هذاك كاين، هادو لازم تعاود تعيط لهم، يعني هادو صايك لازم تعاود تعيط لهم، ماشي تروح تقلع فلان، تقلع طوبة وتقلع عمورة وتعاود غير هي من تدورها، ومن بعد تدور من هي، ومن بعد تعاود تخلط منها، ومن بعد منها، ومن بعد تخمم على سليماني كيفاش تلعبه مع بونجاح وأمي قويري مازال صغير، ماجري عنده 22 عام مازال صغير، قلنا مازال صغير ولا ياه، ولا كيما درت لنا على عوار، عوار لا مازال يا ديرو تربع غادي عوار كون جبتها، عوار جيبها قطعها قطع، كيما يقول لك هبرة قطعها صايك، ما بقاوش نخمو حاجة وحدة أخرى. وين أكد هذا رئيس الاتحادية لكرة القدم جايز فيزي بأنه يخطط لبرمجة 6 مباريات ودية قبل انطلاق البطولة كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار شهر جونفي القادم. بصح اسمح لنا سي زويزر، مباريات ما يكونوش مع منتخبات اللي نربحوهم باش نقعدو نكذبو على روحنا كيما كنا. تلعب لي مع موريتانيا، وتلعب لي مع المالي دوزيام ايكيب، وتلعب لي مع منتخبات يعني ضعيفة، يا خويا غير يلعب ديو ماتش تاوعك، دير تربصات تاوعك وروح عاود ولي وصايك. هذا مكان خاصنا منتخبات يعني يكونوا قيمة، منتخبات باش نعطو تقييم لروحنا، باش نشوفو روحنا. إلا تجيب لي أنايا منتخب يعني باش تربحه منتخب في المتناول، يا ولي مكان له، أنا نقولها لك مكان له. جيبولنا منتخبات، ما تجيبولناش اسم كيما نقولو حنا الكاميرون اسم، لا جيبو منتخبات نكونو نعرفو اللعابة تاعهم وين يلعبو. أنا جيب لي منتخب كيما نيجيريا ويجيك بكامل التعدد تاعو، وروح تلعب عنده ولا روح العب عنده، روح نيغوسي مع جنوب إفريقيا، معليش ديبلاسي عندها، لعب دي معاك الدراري يلعبو، نيغوسي مع السنغال عندهم 16 شباب، روح العب عندهم، روح العب عندهم، ماشي عيب. ما خاصناش التهريج هنايا بالغايطه والطبل والبارود والكاطو من هاي 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 هاي، كيما يقول لك المندبه كبيره والميت فار، لا كيما درتو لنا هنايا الضربه هذه، لا في سبتمبر، لا لا لا، راهو باش نخدمو، باش نعرفو روحنا كي رانا دايرين خويا، باش نعرفو روحنا كي رانا دايرين. ما ادري عندنا لاعبين، عندنا لي فيكتيف، عندنا كلش، هذا الخوف تاعي من المدرب. ما نكذبش عليكم، انا المدرب نشوفو واحد قال لي جاب لك كوب دافريك، يا ودي جابوها كوب دافريك، سكت، شوف تعجب كوب دافريك هذه غير ساها خويا، تعجب كوب دافريك غير ساها، خاطش علاه درك نفكرك، المدرب غير هو، اللاعبين غير هما، حتى اللي يضرب الترومبيطا غير هو، في الكاميرون خرجنا بنقطة، الغلبة والغبينة الكبيرة من خسرت هنا في بلادك، مدرب غير هو، واللاعبين غير هما. على خسر بتقول لي قاسامة، ماشي قاسامة، قاسامة ما قالوش دير دو دير تروا، قاسامة ماشي قالو دير دو دير تروا، قاسامة ما قالوش لعب 5 راولي ومن بعد دخل السادس يلعب في لا ديفونس، لعب بربعة في اللاكس،
ربعة في العكس ربعة لعب ماندي بدر عنده بدر واه ماندي وخازن في الوسط بن عمري ودير بدران وزايد قدامهم زروقي واو لله أخويا قسامة ما قالوش لعب هذه الخطة قسامة ما قالوش لعب هذه الخطة مام هو في قرار نفسه هذا المشرف تاعكم في قرار نفسه عارف اللي هو اللي غلط قسامة ما قالو ما قالوش ما تعيطش لياسين إبراهيمي في ذيك الضربة ياسين إبراهيمي كان مازال ما مازال ما قالش الحقيقة خاطر ياسين إبراهيمي قال الحقيقة قال لهم قسامة لعب قال لهم حنا خسرنا كيبا الرب العالي باقي لك زوج دقايق ماركيت باقي لك زوج دقايق ماركيت وتقول لي قسامة كوب دي موند بورتغال المغرب بورتغال كاملة طايحة على المغرب ما مركاو لهمش وانت باقي لك باقي لك 10 ثواني مركاو لك وتجي تقول لي قسامة هي ما كاش هادي ان شاء الله بربي نشوفوا منتخبات قيمة نلعبوا هنا في لافريك نلعبوا سكمون نديروا خطة تاعنا مع 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 ايكيب اوروبيا مع لا بلجيك ولا المهم ندوروا نشوفوا ستة تاع لي بارتي اميكو يعني دير المهم دير قادر دير ربعة دير ربعة من لافريك واحدة من اسيا وواحدة من الاوروب وتشوف وعندك دو بارتي اوفيسيال هذه هي عندك تما ثمان مباريات يعني فرصة كبيرة فرصة كبيرة مع اللاعبين جدد فرصة كبيرة مع اللاعبين جدد الشعب يشوف هاو لقينا نحشو رواحنا نكذبوا على رواحنا جايبين موريتانيا تجيب لي تشاد تجيب لي اثيوبيا تجيب لي منتخبات يعني مشي متأهلة ما تعقش حتى تتأهل جايبهم لي انت باي تلعب معاهم وتربحهم وتقول لي راني مليح يعني نلعبوا مع منتخبات اللي عندهم قاعدة لعب عندهم ثقافة لعب عندهم نفس كبير في الكوب دافريك يوصلوا دومي فينال يوصلوا كاردو فينال على الاقل هذه باش يكون في باش تكون في علمك نقول لك قعدوا نكذبوا على روحنا ست مباريات ما نستفادوش منهم اسمح لي ويقال زفيزف في تصريحات لقناه شروق بانه يطمح لبرمجه مباريات يعني مباراه وديه الاولى في شهر جوان خلال فتره التوقف الدولي والتي سيواجه خلالها الخوض منتخب أوغندا فيما ستكون مباراة الودية الثانية خلال شهر سبتمبر عندما يواجه المنتخب الوطني المنتخب تنزانيا في حين أنه من مرتقب أن تبرمج الفاف أربع مباريات أخرى مباراتين خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر يعني ومثلها خلال توقف الدولي لشهر نوفمبر ويسعى يعني لبرمجة أكبر عدد ممكن من المباريات الودية من أجل تحضير منتخب وطني لبطولة كأس أمم إفريقيا القادمة هذه هي باش نشوفوا روحنا باش نشوفوا مدرب كيفاش يتعامل مع الوضعيات كيفاش يتعامل مع الوضعيات هذه مليحة له هو هذه مليحة لهذا المشرف هذا هذه هي مليحة لهذا المشرف هاولا نقعدو ها صايك نقعدو غير هاكا نكذبو على روحنا بزاف نقعدوش نكذبو على روحنا الله ما نعرف أوك ما يقول لك أي باقية عندكم الشعب الجزائري دار لي عليه أي الجماهير الحقيقية دارت لي عليها ضغطت بكل قوة من أجل جلب هاد اللاعبين من أجل جلب هاد اللاعبين ضغطت بكل قوة هما مشكورين المناصرين الحقيقيين ماشي المناصرين اللي كانوا يتبعوا الغنية تاع مدرب شكان باغي يخدم في مشروع تاع صاحبه لا ما تجيش لا خليك ماك لا رانا ملاح لا منا يعني قلت لكم بغيت حنطو هاد اللاعبين بغيت حنطوهم ها صاحبي هاي صاحبي اللي كمل نورمال عادي ماشي هذه سنة الحياة يعني كملت لعبت كملت صاي خويا تربح بلا ما يولوا يطيحوا لك في الستاد بلا ما يعايروك بلا ما يزعفوا عليك كملت صايك لعبت قدمت صاي خويا ماشي بيت خلدو فيها خلي الشبيبة طلع هذه هي أخويا.
بلا ما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو منيشي ابوني معنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، وربي يحفظكم ساعة طولكم خاطر.